غيرك يا الله. لا يهدأ الريف الحلبي وتفاصيل يوم حرية جديد يكتب رغم كل القيود الأمنية المفروضة. المظاهرات التي خرجت من جوامع تل رفعت ترافقت بانقطاع تام للتيار الكهربائي وسط هتافات الأهالي المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الذين تناهت أنباء تفيد عن تعرضهم للتعذيب. في عندان الصورة تتحدث عن شجاعة الأهالي الذين خرجوا من جامع حمزة بن عبد المطلب واتجهوا للانضمام لمظاهرة أخرى عند ساحة الجامع الكبير. المظاهرات التي انطلقت من مارع الباب من غحريتان رتيان وبيانون واجهها الأمن السوري بالاعتقالات التي طالت العشرات من أهالي المناطق حيث انتشرت العناصر الأمنية بالقرب من الجوامع، كما تفيد الأنباء والصور الواردة عن انتشار تعزيزات عسكرية في منطقتي الصاخور وعزاز مؤلفة من 13 سيارة وباص أمن بعد خروج مظاهرة منها. الأسد وعصابته الطاغية رغم أنف الطغمة الفاسدة. مدينة حلب الشهباء على الرغم من ارتفاع أصوات اللائمين صمتها إلا أن أهلها من فكوا يحاولون كسر الطوق الأمني المدعوم بشبيحة بعض العشائر الموالية للنظام، وذلك بمظاهرة صباحية خرجت من جامع الشيخ عمر في حلب الجديدة سرعان ما انفضت بهجوم الأمن على المصلين واعتقال 3 شبان. أما في حي السريان فخرج العشرات في مظاهرة مسائية هتفت للحرية ونصرة المدن الجريحة. حرية للأبد، أصبر عنك يا أسد. أحرار حلب وريفها الذين كسروا حاجز الخوف والتفوا حول العلم السوري يؤكدون في كل يوم أنهم قادرون على صناعة التغيير وبناء دولة جديدة لن يكون شعارها إلا الحرية. يا الله.